السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تشوفوا هذا الفيديو نتوما بخير. اليوم غنقدم لكم طريقه سهله وسريعه في تحضير البيتزا، عجينه البيتزا. لتحضير العجين تنحتاجوا 3 المعالق ديال زيت العود، القليل من الزعتر، ملعقه كبيره من الخميره المعجونه، ملعقه صغيره من الزبده، ملعقة صغيرة من الملح، وملعقة صغيرة من الخل. نبدأ الآن على بركة الله. ندير الزعتر، عندنا 500 غرام تاع دقيق الفرز. ندير الزعتر وندير الخميرة، وندير ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من الزبدة وملعقة صغيرة من الخل. من بعد كنضيفو زيت الزيتون. من بعد ما خلطنا المكونات تنضيفو ماء دافي، تنجمعو العجينة بالماء حتى تجمع لينا مزيان، والماء حسب الخليط. غنتلاقاو من بعد ما نجمعو العجينة. من بعد ما تجمعات لينا العجينه تنغطيوها بلاستيك غذائي مده نصف ساعه حتى تخمر مزيان ونرجعوا لكم. هاد الاثناء غنمشيو نحضروا لاصوص اللي غتمشي مع البيتزا ديالنا. عندنا لاصوص طوماط مع بصيله طحنتهم في الخلاط الكهربائي وشحرتهم مع زيت الزيتون ومليحه، وعندنا قطع الدجاج والفرماج وزيتون اسود. قطع الدجاج تا هما مشيت شحرتهم في زيت العود ومليحه وابزار، ولاصوص كذلك حضرتها مع بصيله وزيت العود. من بعد ما ارتحت العجينه ديالنا غندلكوها رقيقه على هكا. نقطعوها دوائر صغيره على شكل بيتزا صغيرين، من بعد نجيبوا الحشوه ونبداو نعمروا فيهم. نقبل العجينه ديالنا بلا فورشيت باش ما تنفخ، ونديروا لاصوص طوماط وقطع الدجاج والفرماج. من بعد نزينوهم بزيتون اسود. اسمحوا لي صحاب لي تنصور ملي كنت تنعمرهم، ساعه ما صورتش. ايوا هادو هما البيتزا ديالنا من بعد ما طابوا في الفران. كنتمنى تجربوهم ويعجبوكم. هاد البيتزا ساهلين واقتصاديين وبمكونات بسيطة موجودة في كل دار، ما تحتاج شي حاجة كتيرة. كنتمنى ديروهم وتجربوهم وينالوا الإعجاب ديالكم. وما تنساوش البنات لايك سبسكرايب وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد.